بالنسبه للافتتاح ديال المساجد يوم الاربعاء، هي مبادره جيده ونتمنى ان المواطنين يحترموا المسافه ديال الامان اللي غتكون بيناتهم، ونتمنى بطبيعه الحال انه ما ينتج على هذا الشيء، ما تكونش شي حالات اضافيه بسبب هذا الافتتاح هذا. نتمنى يكون القرار مناسب، وطبعا الهدف هو سواء يعني الصلاه ديال الجمعه ممكن الانسان يصليها ماشي مشكل، والهدف هو انه نرجعوا يعني ترجع داك الصله ما بين الانسان وما بين المسجد، هذا هو الهدف يعني بشكل تدريجي في انتظار ما انه نمروا حتى للصلاه ديال الجمعه ان شاء الله في وقت لاحق. كجميع المغاربه تلقينا بلاغ وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بارتياح كبير كمغربي وكمسلم ان المساجد هي روح المغاربه و صالحة لأداء الفرائض جماعة، لأن المجتمع الإسلامي دائما يكون فيه الصلاة جماعة، والجائحة التي حرمت المغاربة من عدة أسابيع من الصلاة في المساجد، كان الهدف ديالنا هو أن المساجد تفتح، لأن باش لعبادة الله والذكر ومجموعة الحوايج، وإن شاء الله الرحمن الرحيم علاش لا الناس يهزوا اللطيف باش يحيد علينا هذا الوباء إن شاء الله الرحمن الرحيم. فتح المساجد في ظل هذه الوضعية الشاذة، هذه الوضعية الاستثنائية، هو فتح مبين بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للذين يعني يؤدون شعائر الدين يعني بطريقة يعني أو بأخرى، ولكن شريطة أن لا يكون هذا الفتح عائد على أمة الإسلام بالضرر الصحي خاصة، وأن هذه المسألة ديال التباعد الاجتماعي مسألة صحية وضرورية، في حين نجد أن بعض رواد المساجد لا يحترمون هذا، لا يمكن أن يحترمون هاد المسافة أو هاد التباعد، بحكم أن كل فرد يريد أن يؤدي هاد الشعيرة الضرورية. أنا في نظري أن فتح المساجد هو فتح يعني يليق ببلد إسلامي كالمغرب، ولكن في ظل الشروط الصحية التي ينبغي أن يحترمها المؤدون للصلاة، وشكرا. حقيقة فرحانين القرار اللي تحلوا فيه المساجد، يعني غتكون الناس كلهم يعني الشخص انها تكون صلاة بالجماعة، وتكون داك سيرتو انهم جا العيد ما كانش فرصة باش زعما الناس يمارسوا الطقوس ديالهم بحرية، ولكن هذه مسألة مزيانة يعني كتفرحنا. اللي أساسي انه الواحد يكون عنده يعني مسافة الأمان ويكون احتياطات اللازمة من ناحية الكمامات ومن ناحية يعني المسافه اللي كيديروا، انا شفنا في السعوديه كيخليوا المسافه بين كل مصلي ومصلي، يعني هذه مساله اللي غادي تاخذها الدوله بعين الاعتبار، يكون المسافه الامان ويكون يعني الوقايه والنظافه والسلامه، وهذا الشيء كيفرحنا. كان واحد الشعور ديال الفرحه، الناس كاع غتفرح حيت كل شيء راه تحل، بقاو غير المساجد وما كرهناش حتى المساجد تحلوا، بنادم يرد راسو للقبله شي شويه، ونتمنوا من الله يهز علينا هذا الوباء هذه وتستمر الامور مزيانه، ونتمنوا الخير للجامع وهاد المساجد يصبحوا في اقرب وقت ان شاء الله بحول الله. الحمد لله، هذا شعور طيب ان الانسان طول له العمر حتى يشوف المساجد تتفتح من جديد، وخصوصا الناس اللي ما كانوش يرتادوا المساجد، زعما هذه فرصه وتوبه لله ان بنادم بقى بروحه وبقى بعمره الحمد لله في ظل هذا المرض الفتاك. هو الصلاه بصفه عامه رحمه للعبد، يعني الله عز وجل عطانا رحمه لينا، ماشي هو باش ياخذ لنا شي حاجه، رحمه لينا، لان انت كتكون غادي في الزنقه كتودنا عليك الدار، انت يعني بحكم العمل راك في شي بلاصه مغير دارك ولا هادي، كتدخل المسجد كترتاح تتودى الى غير ذلك، هذا الجامع ساد، ودنا الدار ووقت فيه غترتاح، يعني هو راه راحه، مغير الصلاه راه راحه، وعاد الروحانيات ان الروح تتغدى بالصلاه الحمد لله والذكر بالاضافه لصلاه رمضان الجمعه التراويح. وكنطلبوا من الله عز وجل يرفع عنا هذا الوباء ويتم كل شيء بخير ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.